المقابلة اتسمت بالفوضى الغير مقبولة في ملاعبنا. إن التصرفات التي تشاهدونها بملعب برج منيل لا تخدم الرياضة الجزائرية، بالعكس بل تزيدها حدة وتقهقرا. ولذا ينبغي أن نأخذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة من يريد إساءة سمعة رياضتنا. يشاهد الحكم يخرج البطاقة الصفراء للاعب باريس من برج منيل، بينما قائد الفريق فرحات الذي ينبغي عليه مساعدة الحكم وتهدئة رفاقه فإنه يحتج أمام قرار الحكم. بعد لقطة نشاهد لاعبي برج منيل يشيرون للحكم بن شبشوب اللاعب شيحة من تلمسان الذي استعمل العنف، وبعدما استشار بمساعده يخرج البطاقة الحمراء لهذا اللاعب. أما هذا المنظر الذي تشاهدونه الآن فهو غير مقبول تماما. نحن نعرف أن دور المدرب أو المربي هو إعطاء إرشادات للاعبين، بينما هنا تصرفات المدرب تبين لنا عكس ذلك، فالتصرفات مثل هذه نتأسف لها جدا. استخلصنا في الأخير أن النرفزة التي سادت اللاعبين صعبت من مهمة الحكم. أما المقابلة في حد ذاتها فكانت متوسطة ولصالح برج منيل الذي لم يستغل الفرص التي أتيحت له رغم التفوق العددي على أرضية الملعب بعد إخراج اللاعب شيحة من تلمسان. من بين الفرص العديدة التي ضيعها خط هجوم برج منيل، فرصة أخرى لصالح تلمسان تضيع بعد الضربة الرأسية. هجمات متكررة من طرف برج منيل ولكن بدون جدوى. المهم أن برج منيل التي تحتل المرتبة الثانية ضيعت نقطة على أرضية ملعبها، بينما فريق تلمسان حقق النتيجة التي كان يريد أن يحصل عليها. هكذا ينتهي هذا اللقاء بنتيجة متعادلة 0-0.